السلام عليكم. بمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية والقاضي بفتح المجال أمام استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، عبر العديد من المختصين عن ارتياحهم للتعليم وعن قدرتها في إحداث استقرار في السوق والأسعار، كما أن القرار كان ضروريا في ظل الوضعية الاقتصادية وحاجة السوق إلى سيارات خاصة مع تدني القدرة الشرائية للمواطن. وفي هذا الصدد توقع خبراء أن تعرف السوق الداخلية للسيارات استقرارا وكذا تراجعا في الأسعار. من جانبه قال رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة رشيد بخشي إن هذا القرار يعد بشرى سارة للمواطنين الجزائريين، حيث سيستجيب لاحتياجاتهم في اقتناء سيارة. كما أوضح خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة أن استيراد السيارات والتي يقل عمرها عن 3 سنوات لن يكون خلال أيام، وإنما يتوجب الانتظار حتى يناير 2023 لدخول قانون المالية حيز التنفيذ ومنه تحديد شروط التمويل.